إيمان متعة سوالف وياك. لو بالختام بس بسأل السؤال الأخير يعني، لو في كتاب عن قصة حياة إيمان نجم، إيش راح يكون اسم الكتاب؟ إيش راح يكون اسم الكتاب؟ عبد الله. عبد الله ولدي. ليش عبد الله صار؟ عبد الله ولدي. لأن من انولد حياتي هذه اللي فاتت كلها راحت بما فيها. بنت حياة جديدة، بديت أفكر بطريقة جديدة، حتى طريقة إن أنا أحتوي الناس أحب الناس فكرت فيها بطريقة جديدة. يعني البنوتة الصغيرة ربت مع عبد الله فحبيت. إيمان شرفتينا. شرف لي. خلينا نكمل قهوتنا. شكرا، إن شاء الله الحلقة الجاية.